السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل أصدقائي وأحبابي مشاهدي ومشتركوا ومتابعي قناة دكتورات محمد عبده على الحب دائما. نلتقي بفضل تعالى اليوم منظر طبيعي سهل جدا جميل جدا إن شاء الله هيعجب حضراتكم بإذن الله تعالى. تفاصيل كتيرة قوي هنتكلم فيها، هنشتغل بدقة عالية كالمحترفين بإذن الله، الجميع معنا مستفيد، نتكلم في كل شيء بالتفصيل. عايز حضراتكم تبصوا للخطوط اللي أنا بظهرها لحضراتكم بالقلم الرصاص، ده التخطيط لوحة القنفص 35 سنتي في 50 سنتي، الباليتا على اليمين، اللون الأبيض أبيض بلاستيك لامع لمعة كاملة، ده لون أزرق ولون موف، قليل من الأزرق وقليل من الموف. هنبدأ إن شاء الله في رسم السحاب، معانا فرشاة هنلون بيها وفرشاة للدمج. تعالوا كده نتكلم في كل شيء بالتفصيل، عايز حضراتكم تركزوا قوي إن شاء الله. ولكن بداية نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة للعالمين. وكالعادة بطلب من حضراتكم وضع لايك أسفل الفيديو دعما لنا كي نستمر، واشتراك في القناة لو حضرتك أول مرة زورنا في القناة، أو حضرتك أول مرة تزورينا في القناة، يسعدني اشتراك حضراتكم وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. بنخلط الموف مع قليل من الأزرق، وزي ما حضراتكم شايفين بنبدأ نلون مساحة السماء بكل بساطة بهذا الشكل إن شاء الله. هنشتغل بتقنية عالية، فعايز الجميع يركز معايا. دلوقتي احنا بنعمل ايه؟ احنا بنحط لون فاتح قوي على حافة الجبل بالفرشاة، بعد كده اجيب الفرشاة اللي هي فرشاة الدمج اهي، شوف هاخد من الابيض ده من على حافة الابيض من فوق خالص، وابدأ ادمج مع اللون الموف الغامق في السماء. هكذا تصبح السماء فيها ضوء جميل خلف تبة الجبل، وفي الوقت نفسه بشكل بسيط جدا. هنجيب اللون الموف الخام مش داخل معاه ابيض خالص، وبنبدأ نملأ الجبال بفرشاة صغيرة هكذا زي ما حضراتكم شايفين، بناخد الاوت لاين بالفرشة الصغيرة، وبعد كده بنخلط القليل من الابيض مع هذا الموف، وبنملأ بالفرشاة الكبيرة تبت الجبل هكذا. دي مجموعة أو سلسلة من الجبال المتداخلة المرتفعة البعيدة جدا، ركزوا. أنا سبت الفرشة الكبيرة وخدت فرشة صغيرة، فرشة قلم كده بتقوم بدور فرشة دمج، بتاخد من اللون الغامق للون الفاتح هكذا، بندمج كل المساحة لكن من أعلى لأسفل، ده هيفرق معايا طبعا في مراحل الشغل القادم. تعالوا نقول إزاي هنقسم هذه الجبال. يعني بنيجي من على اليمين بفرشاة قلم 5 ملي مدورة، وبنبدأ نرمي ضوء، الضوء جاي من جهة اليمين، يبقى اللوحة بتاعتنا الضوء هيمشي فيها كلها من جهة اليمين لليسار هكذا. بناخد ضوء خفيف قوي، طبعا الأبيض هنا بيمتزج مع لون الأرضية، واللون الأبيض في الأساس أنا ضفت له كمية جليسرين، كمية قليلة من الجليسرين، وقلبتها كويس قبل ما أبدأ شغل. ليه؟ علشان يظل الأبيض رطبا لا يجف، يعني بنبطئ سرعة جفاف هذا اللون الأبيض، علشان اللون الأبيض زي ما حضراتكم عارفين بيدخل في كل الألوان، فبالتالي بيقلل سرعة جفاف الأكريليك زي ما اتكلمنا في الفيديوهات السابقة. بعد كده بنبدأ نفتح المساحة اللي هي أسفل الجبل بهذا الشكل، بناخد لون أزرق وبنضيف عليه الأبيض وبرضو سنة موف كده، وبندمج كل ده في بعضه. شوف إزاي بنعمل عملية الدمج هكذا أهو. بنشغل سلسلة الجبال بألوان تعتبر ألوان ضعيفة، يعني لأنها الجبال دي موجودة على مساحة كبيرة جدا وبعيدة قوي ومرتفعة في نفس الوقت، فبيكون عليها زي شبورة أو ضباب كده، فبيظهر منها الألوان بتاعتها بتظهر بشكل ضعيف. هنا جئت بفرشة دمج ودمجت اللون الأبيض لأعلى، ودي ده لون برتقالي قليل من البرتقالي قوي، شوف هدمجه ازاي. هجيب فرشة الدمج اللي كانت معايا من شوية، هي دي فرشة أنجلو 3 أرباع البوصة مسطحة، شوف باخد اللون البرتقالي وبفرشه بهذا الشكل، بسحبه لفوق والأسفل بيندمج مع الألوان بتاعتك بشكل جميل. بالفرشاة اللي هي الخمسة ميل المدورة الصغيرة دي بنبدأ
نزود الاضاءات في بعض قمم الجبال بالشكل اللي حضراتكم هتشوفوه حالا اهو، بنزود الضوء هكذا، وطبعا الضوء بنقول ان هو جاي من جهة اليمين، ولكن هعمل حركة جميلة جدا. يعني انا هجيب فرشة صغيرة، فرشة قلم ايضا اخرى، وما يكونش فيها لون خالص بعد دي على طول، خلي بالك، وهدمج كل الالوان دي ببعضها بحيث الجبل يصبح لونه ضعيف جدا. شوف، هتشوف حالا دينا. طبعا دي فرشة فيها لون ابيض، وما زلت بفتح المنطقة دي، لازم تكون فيها ضوء قوي قوي او عامل زي شبورة كده اسفل الجبل، وبناخد منها ونطلع لاعلى. دي فرشة الدمجة، دي فرشة الدمجة شباب، اللي انا هدمج بيها كل الجبال او المساحة اللي انا رسمتها بتاع الجبل كلها. بصوا ازاي اهو، هكذا انا كده بدمجه. بعمل دمج ازاي؟ بفرشة ما فيهاش لون خالص، وبدمج سلسلة الجبال دي كلها، بتظهر الهدف انها تظهر معاك ضعيفة والوانها بعيدة جدا هكذا، يعني مش الوانها تكونش قوية. يعني باللون الازرق مع اللون الموف، وهنضيف له سنة اسود وحبة لون من البرتقالي، وهنعمل اهو البرتقالي دخل ايضا اهو. هو البرتقالي هو اللي لما تضيفه على هذه الالوان هيتحول للون شبه اللون الاسود كده. وبنعمل بعض الاشجار، سلسلة من الاشجار اللي هي قريبة في مقدمة الجبال او اسفل سلسلة الجبال دي، ولكن شوف كمية الضوء اللي احنا عملناها اسفل سلسلة الجبال دي، عطتلك زي شبورة كده اسفل هذه الجبال، وهيكون فيها شغل في المرحلة القادمة، وهقرب لكم الكاميرا ان شاء الله واقول لكم هو ده الشكل النهائي. يعني بالفرشة الانجل وكده، وبنبدأ نظهر سلسلة الأشجار اللي هي موجودة أسفل الجبال، وبنعمل شغل يعني زي شبورة كده أو ضوء باهت أو شغل ألوان ضبابية، لأن الحاجات دي بعيدة جدا، لك أن تتخيل الأشجار دي على مسافة كبيرة جدا وبعيدة قوي، فبالتالي بتكون ملامحها ومعالمها بتكون ضبابية يعني بوش الفرشة كده. وبنعمل الأشجار بتاعتنا، لكن لما اقرب الكاميرا عايزك تلاحظ حاجة جميلة جدا، ازاي هظهر سلسلة الجبال وهظهر الشغل التفاصيل اللي فيها بشكل ادق واكثر دقة. يعني ركز اهو، هنقرب الكاميرا حالا علشان اظهر ايوة هو دلوقت ده الشغل اللي انا عايز حضرتك تركز فيه. شوف الفرشة الانجل بتعمل ايه هنا، بناخد لون ابيض خفيف وبنبدأ نفتح بقى هنا، وشوف اعمل لك مجموعة من سلسلة جبال اهي. شوف الحركة بتاع الفرشة بتعمل ايه، بتنشئ معاك تبب وسنن وجبال اخرى بترتفع كمدرج بيوصلك للقمم اللي فوق. هو ده اللي انا عايز، حتى لو هتعيد المقطع ده مرة واثنين وثلاثة ركز فيه قوي. شوف بقى شكل الجبل اصبح عامل ازاي في خلف الاشجار، وطبعا النهر او البحر اللي هو اسفل الجبال هيكون لونه غامق شويه، لون داكن يعني اللون الازرق داخل معاه سنه اسود كده وقليل من الابيض. دي مساحه المياه. تعالوا بقى نبدا الشغل او الرسم للعناصر اللي هي القريبه اللي هي الوانها هتكون زاهيه جدا باللون الاخضر مع قليل من الاسود. هنبدا نشغل مساحه الحشائش اللي موجوده على اليمين وعلى اليسار، طبعا على جانبي الطريق. الطريق بينزل بمنحدر كده، بينزل بميل هناك وانت رايح في اتجاه البحر، كل ما بيضيق الطريق كل ما الطريق يبعد بينزل بميول، بينزلك بميول كده للمياه، مياه البحر. وباللون الاسود القليل من الاسود مع الاخضر بنملأ المساحات الخضراء، بنأسس يعني كبداية للمساحات الخضراء علشان لما تيجي تشغل الحشائش بعد كده تقدر تشغلها بشكل جميل وشكل سهل وتيجي معاك سهلة جدا. على حافة وارتفاع هذه المساحة من الحشائش بندخل بلون أصفر كناري أو اللون الأصفر الفاتح الليموني، وبيختلط مع اللون الزيتي هكذا. يعني شوف تبدأ توزع
دي فرشة مسطحة بوصة، مقاس بوصة يعني عرضها حوالي سنتيمتر، وبتضغط على فرشتك تاخد من الغامق للفاتح هكذا. دي كلها ألوان مبدئية. الفرشة دي جميلة جدا، عايزك تكون تدور عليها وتجيبها، فرشة شعرها طويل وفي الوقت نفسه شعر ناعم، يعني تديك حشائش بشكل الحشائش البعيدة قوي اللي انت عايز تظهرها في اللوحة بتاعتك تقدر تظهرها بالفرشاة دي. المنطقة دي منطقة مضيئة جدا، علشان كده دخل زودنا اللون الأصفر سنة أبيض. ركزوا معايا يا شباب، ركزوا معايا يا فتيات، يا فنانين وفنانات، يا رجال وسيدات، كل متابعي ومتابعات ومتابعين ومتابعات القناة، ركزوا في الخطوات دي. ده كلام مهم جدا لابد ان حضرتك تركز فيه. شوف الضربات دي كده بتأسس لك بقى ايه ارتفاعات من الحشائش، بتوزع انت المساحة كلها هكذا بالفرشاة ذات الشعر الطويل اللي بقول لحضرتك عليها دي. على حافة الحشائش دي قوي بتزود ضوء، كل ما الضوء يبقى شديد قوي هنا كل ما الحشائش تبدو معاك لونها رايح من الأصفر رايح على الأبيض هكذا. بنزود اللون الأبيض تدريجيا وهنبدأ ندخل في العمق، نزود ضوء وانت جاي بتوزع ضوء في الحشائش دي اهي. وإلى الآن برضو بقول لحضرتك الحشائش اللي احنا بنرسمها حاليا دي مبدئية، لسه ما خدتش الفينش بتاعها. بناخد أبيض، رحنا على الأخضر الزيتي كده فتح معانا شوية، وبنوزع بعض بنعمل بعض الحشائش. شوف شعر الفرشة بصراحة بيديك حشائش واقعية جدا اهو، ضربات خفيفة جدا، ايدك بتبقى طايرة كده مجرد بس الفرشة شعر الفرشة يلمس لوحة القنفص او يلمس سطح القماش. هنبدأ ندي ظل اسفل هذه الحشائش، خلي بالك ليه؟ لان الضوء جاي من جهة اليمين وبالتالي الظل هيكون على يسار هذه الحشائش، ويبقى دخلنا بالاسود، ولكن الاسود مش عاجبني قوي ان انا ادخل بيه صريح كده، هبدأ ازود عليه الاخضر عشان اكسره شوية، مازال اللون شديد. اعمل ايه يا فنان؟ اقول لحضرتك هات بقى هنا اللون الاصفر يضعف لك اللون الاسود ده خالص، هات لون اصفر. شوف انا بضيف اهو، هضيف كل ما بضيف اصفر شوف بيفتح معايا ازاي. ركز في الباليتة، ركز على حركة الفرشة في التقليب وخلط الالوان اللي في الباليتة على اليمين زي ما حضراتكم شايفين اهو. دي مساحات فيها ظل، وعلى الاجناب طبعا هيكون في اشجار جميلة جدا هتشوفوها حضراتكم عندما ننتهي من هذه المرحلة. الفرشة بشعر الفرشة الجميل بوزع حشائش. شفت بقى مساحة الحشائش دي خدت معاك كم مرحلة؟ اتعب يا فنان، اتعب يا فنانة شوية علشان تقدروا ايدكوا تمشوا، ايديكوا كده تمشي، والحاسة بتاعت الفرشة ايدك تكتسب الحاسة بتاعت الفرشة، بيأتي هذا مع الوقت. بنبدأ بقى بالأشجار الضخمة الموجودة المرتفعة اللي هي على جانبي اللوحة بتاعتنا. ازاي ترسم بقى شجرة كبيرة قوي وواضحة المعالم وقريبة وتقفل بيها اللوحة يعني. شوف باللون الأخضر أزود سنة أصفر على الحافة أو على الحواف، لأن الضوء جاي منين يا شباب؟ زي ما قلت لكم جاي على اليمين، فبتبقى المنطقة دي كده الحشائش الشجرة دي كده بيبقى فيها بعض أوراق الشجرة هنا بتكون مشبعة بالضوء. عشان كده شوف أنا بضرب درجة إيه من الأصفر والأخضر، درجة فاتحة جدا، أروح أشغل بيها أوراق الشجر اللي هي واقع على ضوء قوي، ولكن هحافظ برضو على أوراق الشجر اللي مش وصل لها ضوء اللي هي المساحات الداكنة الغامقة دي. زي ما حضراتكم شايفين دي فرشة بقى مسطحة بوصة ونص، جبت اللون الأخضر الفاتح قوي ده وضفت عليه سنة أصفر وحبة أبيض. لاحظ الباليتة هناك زي ما حضرتك شايفه اهو،
كل ده انا عايز اوصل لدرجه لون ايه، درجه لون فاتحه جدا اللي هي الشمس، اللي هي ورقه الشجر مشبعه بالشمس. ورحت سايب الفرشه الكبيره اللي كنت بقلب بيها دي، وجبت فرشه قلم اللي هي الخمسة ملي، ارسم بيها اوراق الشجر المشبعه بالضوء هكذا اهو. كل ما بتنزل في العمق على حافه الشجره، كل ما الورق اوراق الشجر بتكون مشبعه باللون الابيض اللي هو الشمس، يمثل لك الشمس او الضوء. واحده واحده كل حاجه تاخد وقتها وحقها في الرسم وفي الفيديو ايضا، علشان المعلومه تصل لحضراتكم بشكل سلس وبسيط. يعني شوف انت هنا بتدي لمسة، وليك انك انت تعمل ملء للشاشة على جهاز الكمبيوتر او على الموبايل، والحاجات اللي مش واضحة لحضرتك او اللي انا مش بقربها في اثناء الفيديو تقدر حضرتك تقرب، تعمل تكبير للصورة عندك على الجهاز علشان تقدر تشوف بعينيك كل التفاصيل البسيطة اللي بنظهرها الان. طيب هندخل باللون الفوشيا، اللون البنك، اللون الوردي اهو اللي ظهر امام حضراتكم، يعني ده لون وردي. هنرسم، هنملا المساحه اللي على الشمال اللي هي متبقيه من الابيض ده بشجره مظهره او بشجره مورده من اللون الفوشيا او اللون الوردي. بص انت الاول بنخلط الفوشيا، خلطنا الفوشيا اللون البامبا ده على الدرجه الغامقه اللي موجوده في الباليتا قدامك، سواء هي زيتي او اسود، علشان بس اقفلها شويه، اقفل درجه الفوشيا شويه اهو، وبنملا المساحه المتبقيه هكذا علشان نقفل اللوحه بتاعتنا والمنظر الطبيعي بتاعنا واحده واحده. لو بصيت على المساحات البيضاء المتبقيه هتجد ان اللي هيبقى بعد كده باقي هو الطريق، ولكن ما نستعجلش، نمشي واحده واحده. احنا انا هنا دوري ان انا ارتب لحضرتك ولحضرتك مراحل الشغل علشان اللوحه تطلع مظبوطه ومية مية. بنملا بالفرشاه هكذا، بعد كده نبدا بقى نتخلص من الباليتا ونجيب باليتا اخرى، او لو الباليتا كبيره حجمها كبير زي اللي معايا انا دي، الف الباليتا اجيب مكان الجزء الفاضي في الباليتا اهو. شوف لفتها اهي، ده عباره عن صندوق خشب او اطار خشبي بشغل عليه، وجبت اللون الفوشيا واللون الابيض اجيب درجه فاتحه جدا. يبقى انا لما جيت ارسم هذه الشجره او هذا النوع من الاشجار رسمت، بدات بالدرجه الغامقه، بعد كده هبدا اشتغل بالدرجات الفاتحه على الغامق ده هكذا، وتحافظ برضو على ان يكون في مساحات من الدرجه الغامقه تكون متبقيه معاك علشان دي بتظهر لك الظل. ولكن نمشي خطوه خطوه، دي ضربات بالفرشاه، دي مرحله مش مبدئيه بقى، دي الظل ده كان المبدئي، اللون المبدئي ده اللون الوسيط، دي درجه وسيطه اللي انا برسم بيها الضوء، بدخل تدريجيا اهو. ولو احتجت اقفل شويه بسن الظل، احط اجيب من اللون الغامق اللي موجود على الباليتا من الجنب الاخر في الباليتا لما كان موجود قدام حضراتكم، وده هتشوفوه حالا اهو. لكن انا ما زلت بوزع الضوء بشكل تدريجي، الضوء جاي من جهة اليمين، علشان كده الشجرة اللي على الشمال هناك هتكون مشبعة أكتر باللون بالضوء باللون الفاتح. جبت الأبيض أهو بزود، عشان هبدأ أدخل بزود الأبيض تدريجيا، وده اللي بيفوت على الناس، والناس تقول الرسمة مش مظبوطة أو الشجرة بتاعش حلوة. أنت بتزود الأبيض تدريجيا، كل مرة بتزود سنة أبيض بسيطة علشان تقدر توزع الضوء بشكل واقعي اهو. الشجره دي بقى اللي على اليمين اللي موجوده على اليسار، لان الضوء ضارب فيها جاي عليها من على اليمين لليسار كده، الشجره دي تبقى مشبعه او بالضوء، فبتزود لها الابيض كده هكذا. بنقفل اللوحه بتاعتنا كده، الجبال انتهت تماما، فيها الشغل خلاص، سلسلة الأشجار اللي أسفل الجبال انتهت، مساحة البحر انتهت، الأشجار اللي موجودة باللون الفوشيا أو اللون الوردي بديها الفينش بتاعها. طبعا دي الشجرة اللي على اليسار اللي هي باللون الوردي، دي الشجرة اللي هي بالأخضر دي في الخلف، والشجرة اللي هي باللون الوردي دي في المقدمة هكذا. و
شبعناها بالضوء زي ما قلت لحضراتكم اهي، وابدا اجيب اللون البني مع قليل من اللون الفوشيا ده، واملا الطريق هكذا بخطوط افقيه. ده اللون المبدئي. ابدا ازود ضوء. الضوء يكون فين؟ هيكون على يسار الطريق، لان هو يسقط من الاعلى اليمين، فهيبقى الضوء هنا في المنطقه دي. ركزوا في الحاجات الفنيات البسيطه دي، دي اساسيات في الرسم لازم تكون في دماغك وانت حاسس بيها. فين احط الضوء، فين احط الظل؟ المنطقه دي تكون مشبعه بالضوء لانها منطقه مكشوفه، الظلال كلها بتكون جايه من اليمين للشمال، فهبدا ازود سنه اسود خفيفه قوي على البني ده، واروح ارمي الظلال اهو، دي ظلال للحشائش وللسياج الخشبي اللي هيترسم، في سياج خشبي هيترسم زي ما شفت حضراتكم لما كنا بنخطط بالقلم الرصاص. بحاول اكسر الظل ده شويه عشان يكون واقعي. اتعلموا يا شباب، اتعلموا فتيات ازاي ترسموا الظل اهو. ازود بقى الاسود او الدرجه الغامقه قوي فين؟ اسفل الحشائش مباشره، وابدا اسحب منها خفيف خفيف لبره، يبدا يظهر لك الظل الواقع على الطريق اللي هو خيال السياج والحشائش. هكذا بنعمل دمج للالوان بحيث كل شيء يظهر. طب شوف بقى اللون الاسود ده اروح به فين؟ اسفل الحشائش مباشره، احط سنه اسود، بس خلي بالك الاسود هنا مشبع بالميه، يعني انا اعطيله ميه زياده، وابدا اسحب بايدي كده لداخل الطريق. الحاجات البسيطه دي يا شباب بتديك تاثيرات صح، وبتديك شغل واقعي قوي اهو. بص بحط الاسود كده واسحبه بايدي كده ادمجه، يبقى الظل متوزع بدرجات، في منطقة بيكون فيها الظل قوي جدا، ومنطقة الظل بيكون فيها ايه؟ خفيف. الشجرة اللي باللون الوردي دي هيكون ليها ظل ايضا على هذه المساحة من الحشائش زي ما حضراتكم شايفين اهو. بنوزع ندي لون اسود ونسحبه بايدينا كده، بحيث بنوزع الظلال اللي موجودة في الحشائش ايضا، زي ما دخلنا بالضوء في الحشائش بندخل بالظلال هكذا. دي مرحلة مهمة من المراحل الشغل. جبت الفرشة ذات الشعر الناعم الطويل، وبدأت اللي بدأت بها هذه المساحة، وبدأت أأكد على الحشائش، هزود لها ضوء وأقفل هنا، أقفل بقى المكان ده، أقفل المنطقة دي كده هكذا. هل يكون فيه مرحلة نهائية لهذه الحشائش؟ أيوة نعم، ما تستعجلوش. هنيجي هنا نرسم السياج، سياج خشبي هكذا، دي واحدة باللون الاسود مع البني هكذا، واحد اهو قائم خط رأسي، وادمجه بصبع ايدي كده زي ما حضراتكم شايفين. ده السياج الاول، اديله سن الضوء من اعلى ومن على اليمين اهو، واسحبها بصبع ايدي كده. شغل صوابع ايديك دي كده في الشغل في الرسم على طول. دي الوان اكريليك، وسهل جدا تنظف ايديك اول باول بقماشه، قطعه قماش تكون معاك مبلوله ميه. ادي السياج 2 3 ظهر اهو، 4 5 6، وعلى الجانب الاخر ظهر معانا السياج اهو، السياج في الطريق المقابل ايضا هكذا. بالشكل الجميل ده ابدأ بقى في اخر مرحلة عندي هنا، ان انا اظهر تأثيرات الحشائش. هقرب لحضراتكم الكاميرا حالا علشان ده شيء مهم جدا. الحشائش اللي هي ايه؟ متدلية وداخلة على الطريق، لان الظل الاسود الرامي ده ما يفضلش كده. ركزوا كده معايا لما اقرب الكاميرا. الفرشاة دي مناسبة جدا لرسم الحشائش. انا قربت لكم الكاميرا اهو، شوف لمسات بسيطة جدا، بتاخد من على الباليت سنة اصفر مع ابيض، وتبدأ تفتح هذه وتعطي جسور الضوء القوية هكذا، وتسحب الحشائش لاسفل. الحشائش بتبدأ تدخل في الطريق
تاكل من الظل اللي حضرتك كنت حاطه ده بشكل واقعي بهذا الشكل. شوف شوف ضربات الفرشة اهو. الموضوع سهل وبسيط جدا، لمسات، يا دوبك الشعر الفرشة يلمس اللوحة، ومن الجانب الاخر بنبدأ نسحب بعض الحشائش في الطريق هكذا، وبنظبط كده السياج بتاعنا. ارتفع السياج قليلا شباب. الالوان الوان اكريليك مصنعة في المنزل، للناس اللي ما تعرفش ازاي بنصنع الالوان الاكريليك في المنزل هسيبها حضراتكم في شاشة النهاية. هنا في شغل مهم جدا، انا عايز الظل بتاع السياج نفسه الخشبي يكون موجود على الحشائش اهو. شوف بقى بتاخد سنة اسود، لكن الاسود ده مشبع بالمية علشان يفرش معاك، وبصبع ايدك كده وترسم الظلال هكذا اسفل السياج موجودة على الحشائش نفسها، وتبدأ تسحبها في الطريق. شوف سحبة الصباع، سحبة الصباع دي كده في الطريق، بص شوف الظل بيظهر ازاي. ممكن نعتم شوية في المنطقة اللي هي اسفل السياج الكبير ده، نعتمها شوية اهو عادي مفيش مشكلة خالص، لان في ظل قوي هنا. المعلومات دي والحاجات دي بتيجي بالممارسة، هذه يعني عايز اقول لحضراتكم هذه المعلومات تأتي مع الممارسة وكثرة الممارسة وكثرة الرسم. بعض الفروع البسيطة بالفرشة القلم الرفيعة الخمسة ملي زي ما قلت حضراتكم، هذه هديتي اليكم. اتمنى يا رب ان حضراتكم تقلدوا وترسموا وتبدعوا وتشتغلوا من دماغكم، مفيش مشكلة خالص ان شاء الله، انتوا هتعطوا اداء اقوى واعلى من ادائي انا ايضا. كلنا بنكمل بعض، كلنا بنتعلم من بعض، اهم حاجة انك تبدأ. اللوحة اكتملت بفضل الله تعالى. شكرا للمتابعين معايا لاخر الفيديو، شكرا لكل الداعمين للقناة. ما تنساش شاشة النهاية هسيب لكم فيها اكثر من فيديو. دي اللوحة في شكلها النهائي، شوف الالوان الاكريليك المصنعة في المنزل كنت قريبة جدا من الوان الزيت في شكلها النهائي. وبقرب لحضراتكم الكاميرا قوي علشان تشوفوا التأثيرات الجميلة. لو حضرتك وصلت معايا للنهاية دي ما تبخلش علينا بوضع لايك اسفل الفيديو، دعم لنا كي نستمر، واشتراك في القناة. اشوفكم على خير فيديو جديد، وما تنسوش ايضا تفعلوا زر الجرس. اشوفكم على خير فيديو جديد، اخوكم محمد عبده من مصر العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.